how you can relate to this. خلي سؤال ما عرف الكاستمر نيد بتاعته الحين بده يشد دغري قال لك اوكي خلص احكي غير رايه وطلع ما كان في هالرابور ما اخذت منه الكي بس هون ما كان في يمكن تكون شخصيتك قوية بمحل معين مع كلاينت معين يمكن نظرة معينة تأثر عليك بأسلوب معين تتصرف بطريقة ديفرنت so if you can tell me an experience shortly with مضبوط بالشغل بس الكاستمر اللي جاي لعندك كذا مرة so نحن بدنا نشوف شو البيرسوناليتي أول شيء تذكر نحن نعطي كلاينت شوية وقت أنا بشوف كيف بدي أحلل الجدول. شو الشيء اللي ما تنو صح أو كيف فيها تعمل أحسن؟ وتذكر نحن ما عم نعطي جادجمنت على أي زملاء عم. حلو. خلينا نرجع نركز على الموضوع. شو بسأل عبد الخالق؟ أنت الخصومات الموجودة عندك خصومات على استخدام الفيزا خارج الدولة. فيدباك على السريع.